نكمل في هذا الفيديو مع مؤتمر الصومال. أنمت وماتت وما هي بناعق. هذه الكلمات هذو تفكرني بواحد البيتين، شبه بيتين، لهما إنشاء مرتان فتقسيم، ومبدأ الأولوية ثم التدويل، تأكيد التخطيط فتقييمه، بناء وإعطاء ثم إقناع المتردد. حفظوها كما راكم تلاحظوا هذوك بالأحمر، هي أنمت وماتت وما هي بناعق. علاش درت لكم هذه؟ فرضا نسينا كلمة من هذ البيتين، نتفكروهم بهذيك الجملة اللي راه الفوق، ولازمنا نحفظوا هذ البيتين. كيفاش نحفظوهم؟ كالآتي. كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة عبارة عن نشأ ذرة، سي بون، ورا عندي زوج تاع الذرة باش نقولوا إنشاء مرتان، سي بون. واش صرا الصورة؟ انقسمت على اثنين، إنشاء مرتان فتقسيم، سي بون. الآن هاد الذرة هادي كي نجيو نقشروها كيما نقولوا، المبدأ تاعها والأول يكون مراه السهم، ومبدأ الأولوية وهذا عبارة عن دلو باش نقولوا التدويل. عاودوا تشوفوا معايا واش قلنا في الأول، إنشاء مرتان فتقسيم، ومبدأ الأولوية ثم التدويل. عاودوا تشوفوا معايا، قلنا إنشاء مرتان فتقسيم، ومبدأ الأولوية ثم التدوير. نزيدو نكملو مع البيت الآخر. هذه عبارة عن تأكيد، هذا عبارة عن خط، وهذا عبارة عن تقييم باش نقولو تأكيد التخطيط فتقييمه، تأكيد التخطيط فتقييمه. وأخيرا هذا عبارة عن بناء، هذا هنا إعطاء، وأخيرا قناع باش نقولوا إقناع المترددين. واش قلنا؟ بناء وإعطاء وإقناع المترددين. عادوا شو معنا واش قلنا؟ قلنا تأكيد التخطيط فتقييمه، بناء وإعطاء ثم إقناع المترددين. عادوا شو معي كامل من الأول، عفوا نقرأ البيتين ونكمل. واش قلنا؟ قلنا إنشاء مرتان فتقسيم، وعودوا معايا، إنشاء مرتان فتقسيم، مبدأ الأولوية ثم التدويل، تأكيد التخطيط فتقييمه، بناء وإعطاء ثم إقناع المتردد. قلنا إنشاء مرتان فتقسيم، ومبدأ الأولوية ثم التدويل، تأكيد التخطيط فتقييمه، بناء إعطاء ثم إقناع المتردد. إن شاء الله تكونوا حفظتوها. مع مؤتمر الصومال واش قلنا؟ إنشاء مرتان واش معناتها؟ معناتها إنشاء غادي نكتبوها زوج مرات. إنشاء مرتان فتقسيم، مبدأ الأولوية ثم التدوير، تأكيد التخطيط فتقييمه، بناء إعطاء ثم إقناع المتردد. الأول واش غادي نقولوا؟ إنشاء موث كاختصار، إنشاء موث اللي هي المنظمة الوطنية للثورة. ثاني مطلع حفظوها كما هاك، إنشاء تنتين. واش هي تنتين؟ لجنة التنسيق والتنفيذ، صحيحو. ثالثة نورمال موراكو عارفيها، تقسيم الجزائر إلى 6 ولايات عسكرية، لأنه قبل مؤتمر الصومال كانت الجزائر مقسمة إلى 5 ولايات، كي جا مؤتمر الصومال قسمها إلى 6 ولايات. أيضا مبدأ الداخل ولا مبدأ القيادة الجماعية، أولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري، تدويل القضية الجزائرية، غادي نقولوا تأكيد استمرارية، التخطيط للثورة، تقييم المرحلة السابقة، بناء المؤسسات المنظمة، إعطاء صدى خارجي، إقناع المترددين بالانضمام. هادو كامل غادي نزيدو لهم منها ثورة باش تجي جملة مفيدة، باش نقولوا التأكيد استمرارية الثورة، التخطيط للثورة، تقييم المرحلة السابقة للثورة، بناء المؤسسات المنظمة للثورة، إعطاء صدى خارجي للثورة، وإقناع المترددين بالانضمام للثورة.
على اليمين عندي قرارات المؤتمر، وعلى اليسار عندي دوافع يعني الانعقاد. الآن مثلا كون يقول لكم عرفوا لي مؤتمر الصومة، واش راكم غادي تعرفوه؟ نقولوا هو أول مؤتمر للجزائر في تاريخ، دوك من بعد نديروا التاريخ نتاعه. من أهم قراراته إنشاء، ذكروا هاد الزوج الأولى، إنشاء المنظمة الوطنية للثورة وإنشاء لجنة التنسيق والتنفيذ. هذه لجنة التنسيق والتنفيذ كما نقولوا الجناح، كيفاش يقولوا له، جهاز تنفيذي. هذه لجنة التنسيق والتنفيذ جهاز تنفيذي للمنظمة الوطنية للثورة. هذه المنظمة الوطنية للثورة هدفها الإعداد للثورة، صحيح؟ قلنا مؤتمر الصومة أول مؤتمر للجزائر في تاريخ كذا كذا، من أهم قرارات المؤتمر إنشاء المنظمة الوطنية للثورة وإنشاء لجنة التنسيق والتنفيذ. وبلا درنا مؤتمر طرابلس، هو ثاني مؤتمر للجزائر بعد مؤتمر الصومة، هو الذي حدد كما قلنا حدد قلنا حدد معالم الدولة الجزائرية في تاريخ كذا 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 كذا. إن شاء الله تكون مفهومة هذه. إلى فيديو آخر إن شاء الله.